السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أجواء العيد في مملكة الدنمارك من إحدى المساجد الكبرى في العاصمة الدنماركية. ولأول مرة مراسل الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية، مراسل شبكة راديو عرب الدنمارك وأيضا مكتب الإعلام الفلسطيني الدنمارك أوروبا يرتدي هذه الكمامة حفاظة على الصحة العامة وأيضا صحتي الشخصية. ها هو أنا من قلب مسجد الوقف الإسكندنافي في العاصمة الدنماركية، يقومون بالتكبيرات في مناسبة الاحتفال بصلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441. وطبعا اليوم 31 من تموز 2020، ها هو نحن في المسجد مع المصلون في صبيحة يوم العيد الأول من عيد الأضحى المبارك في العاصمة الدنماركية، وكل المصلون يرتدون الكمامات. طبعا مراسل شبكة راديو عرب الدنمارك، مراسل مكتب الإعلام الفلسطيني معلش حبيبكم توزيع الكمامات وأيضا الرش الكحولات والمعقمات على أيدي المصلون حينما يدخلون المسجد، وهو يغلقون المسجد في الصلاة الأولى وينتظرون افتتاح البوابات عند بداية الصلاة الثانية بعد انتهاء الصلاة الأولى، وهي على مرحلتين في مسجد الوقف الإسكندنافي في العاصمة الدنماركية، مسجد يعني المتعارف عليه المسجد الكبير، ولا يسمحون بالصلوات خارج المسجد حفاظة على طبعا قوانين الإرشادية التي تمنع الازدحامات في التجمعات والأماكن التجمعات. نعم، ها هي الأجواء في المساجد في العاصمة الدنماركية، يلتزمون بالتعليمات والإرشادات والقوانين التي تفرضها الحكومة الدنماركية
على عدم يعني التجمعات وأيضا حفاظة على صحة المواطنين. هذا ما لدينا اليوم. استمعنا الكرام، هو الإمام يعتلي المنبر ويقوم بأداء طبعا خطبة عيد الأضحى المبارك والصلاة في المصلونة. إن شاء الله ستتم الآن صلاة العيد بعد لحظات، ويقوم الإمام الشيخ عبد المحيي عوينات إمام المسجد الوقف الإسكندنافي في العاصمة الدنماركية، سيعتلي المنبر ويخطب الجميع بعد أداء صلاة العيد لهذا اليوم، وهي الصلاة الأولى باللغة العربية. ستكون الخطبة، ومن تليها بعد ساعة تكون الخطبة الثانية باللغة الدنماركية للشيخ طبعا أحد الشيوخ المتواجدين، سيقوم بترجمة الخطبة باللغة الدنماركية. ها هي الأجواء يعني في المساجد بمساجد كوبنهاجن بالكامل. يعني ها هي أيضا توضع المعقمات على الرفوف والمحارم أيضا. هي بدأت صلاة عيد الأضحى المبارك. صلاة عيد الأضحى المبارك، أثابكم الله. الصلوات. سووا صفوفكم واعتدلوا. هذا هو يوم النحر، يوم جليل مبارك شريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه منا جميع العمل،
وأن يعفو عنا فيه عن الخطأ والتقصير والزلل. هذا يوم الأضحى الذي يذكرنا بذكرى خليل الرحمن مكرم الضيفان الناجي من النيران نبي الله إبراهيم عليه السلام، والد إسماعيل ووالد إسحاق وزوج هاجر. هذا القصص الذي قصه الله عز وجل علينا في أحسن الكتب في القرآن الكريم يحدثنا عن عائلة طيبة مباركة علمت الدنيا على مدار التاريخ، عائلة إبراهيم خليل الرحمن كيف كانت قصتها قصة معلمة، يتعلم منها الأزواج، يتعلم منها الزوجات، يتعلم منها الأبناء، يتعلم منها البنات، تتعلم منها الأمة كيف تكون التضحية وكيف يكون الصبر على الابتلاء. ها هو خليل الرحمن عليه السلام ينفذ أمر الله عز وجل ويستسلم لقضائه ويستعد لذبح ولده الذي بلغ معه السعي، ولده الوحيد. وما كان من ابنه إسماعيل إلا أن وفى بالوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ما أحوجنا نحن المسلمين في هذه البلاد ألا ننشغل عن أبنائنا، ألا ننشغل عن مسؤوليتنا، ألا نترك أبنائنا للشوارع والنوادي، لكن نضع أيدينا في أيديهم ونرافقهم ونصاحبهم وننفق عليهم من الأموال ولا نتركهم لرفقاء السوء. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المجتمع أيها الإخوة مجتمع شهيد على الشباب وعلى البنات وعلى الصغار، ينبغي أن يقوم الآباء بمسؤوليتهم حتى لا ينحرف الأبناء. وقبل كل شيء يدعون الله عز وجل أن يرزقنا في أبنائنا البركة والعصمة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يتعلم الناس من قصة أبينا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كيف تكون الزوجة الصالحة المطيعة، كيف نحتاج أن نخرج من أبنائنا من بناتنا أمهات صالحات وزوجات قانتات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ما أحوج بنات المسلمين أن يتعلموا من هاجر، ما أحوج زوجات المسلمين أن يتعلموا من هاجر، ما أحوج أمهات المسلمين أن يتعلموا القنوت والطاعة وتحمل المسؤولية. اللهم ارزقنا من بناتنا ومن أبنائنا قرة عين برحمتك يا رحمن الرحيم. آمين. تتعلم الأمة كلها أيها الإخوة كيف يكون الصبر على الابتلاء، هذا الابتلاء الذي خلق الله الإنسان من أجله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. هذه الأعياد أيها الإخوة فرصة لتصافي القلوب. هنيئا لكل مسلم سلم صدره من الأحقاد، سلم صدره من الغل ومن الحسد ومن العداوة. فهذا يوم التسامح وهذا يوم التصافح، وليعفوا وليصفحوا. ما أحب ما أجدرنا أيها الإخوة أن نتصافح اليوم بقلوبنا، أن تصافح قلوبنا بعضنا بعضا، أن نتسامح، أن نعفو عن بعضنا البعض، أن يتصالح المتخاصمون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو خير من جرى طرد الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فتسامحوا أيها الناس وليعفو بعضكم عن بعض حتى يعفو الله عز وجل عنا. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نصلح بيوت المسلمين، أن نصلح بين الأزواج والزوجات. لا تترك زوجتك حزينة مظلومة مقهورة، ولكن خذ بيدها ولتكن الزوجة المسلمة طائعة قانتة متحببة متودلة إلى زوجها. فهذا السبيل أيها الإخوة إلى إصلاح البيوت، وهذا السبيل إلى سعادة البيوت. ونحن كمسلمين أيها الإخوة لا نسعد أبداً إلا إذا طبقنا أخلاق الإسلام في بيوتنا، ولنتحمل ولنتحول إلى الزوجات
ولتصبر الزوجات على الأزواج حتى نعيش في بيوتنا سعداء ونصدر السعادة لهذا المجتمع الذي نعيش فيه، فيحبون الإسلام لما يرون من سعادتنا. فحافظوا على البيوت أيها الناس، أبعدوا عن البيوت الخلافات والشقاق والنفاق والطلاق، واجعلوا بيوتكم مترابطة، اجعلوا بيوتكم طيبة، اجعلوا بيوتكم مملوءة بالمودة والرحمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجين ومن آياته جعل بينهما مودة ورحمة. أيها الإخوة، هذه الأيام هي أيام صلة الأرحام، أيام العيد فرصة لصلة الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا أن الرحمة تأتي متجسدة في شخص يوم القيامة وتتعلق بحبر الرحمن، فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا تريدين؟ فتقول هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها رب العالمين ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي؟ قالت بلى رضيت. فلنصل أرحامنا أيها الإخوة، فإن عقوبة صلة الأرحام مخيفة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، هذا اليوم يوم عيد ويوم جمعة، نصلي فيه صلاة العيد ونخطب فيه خطبة العيد، وفيه صلاة الجمعة وفيه خطبة الجمعة. ولهذا على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد رخص للناس ألا يصلوا الجمعة، فقال أيها الناس إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن كان صلى معنا العيد فإنه أجزاه وإنا مجمعون. فرخص للناس ألا يأتوا إلى صلاة الجمعة، فمن صلى معنا العيد صارت الجمعة في حقه نافلة وليست فريضة، لأن المقصود من التجمع قد حصل، والمقصود من استماع الذكر قد حصل، استمع إلى الخطبة وصلى العيد، فإن شاء أن يأتي يصلي الجمعة فأهلا ومرحبا، وإن شاء أن يصلي في بيته الظهر فليصلي الظهر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فقد صحت السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، وتب على الوصاة والمذنبين من أمة محمد أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم يسر على عبادك المحسنين، واشف المرضى وأصحاب البلاء يا رب العالمين، وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وتقبل منا العمل حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث فيه بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال ولا زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله لكم في عيد الأضحى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، ها هي صلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد العاصمة الدنماركية قد تمت بإذن الله تعالى. الصلاة الأولى، والذي كما ذكرنا الشيخ شيخ مسجد الوقف الإسكندنافي قد أعلن خطبة الجمعة، وقد حث على تربية الأطفال، وأيضا على البيوت أن تكون عامرة غير مشبعة بالانفصالات، وأيضا
الأسر أن تكون مترابطة مع بعضها البعض، وحث على أن الأخلاق هي تربية الأطفال بالمجتمع الغربي، وأيضا يعني لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ على هذه الخطبة التي يعني تهم كل أبناء الجاليات وهي مؤثرة. السلام عليكم. أن يخبروا كمامه إذا أتينا إلى صلاة الجمعة، رجاء مبلغ الناس يا جماعة، حتى من استطاع أن يكتب على فيسبوك إننا في الوقف نريد أن يعني نحتار أكثر ونأخذ بالحذر أكثر، فنأتي إلى صلاة الجمعة بالكمامة إن شاء الله. جزاكم الله خير مع السلامة عليكم. السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. كل عام بخير شيخ. كل عام بخير. طبعا كما ذكر الشيخ حريص على انه حتى بالترجمة الدنماركية يحثون رواد المسجد وخاصة ايام التجمعات وهي يوم الجمعة على أن يرتدون الكمامات كل رواد المساجد ابتداء من هذه يعني من هذه اللحظات يعني. طبعا حبعد 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 don't touch don't touch. اليوم صارت هذا ما يسعني إلا أن أشكر جميع المشاهدين، ولكن أنا أريد أن يعني أوضح للجمهور المراسل أبو الأمين طبعا تابعوني على الصفحات، وطبعا كمت أنا لأنه خلاص انتهت التجمعات وأنهي في هذا اليوم. أقول للجميع المشاهدين كل عام وانتم بخير، ونبدأها في أبو محمد كل عام وانتم بخير أبو العام. هاي منعم يعني ما شاء يعني شوفوا يعني حتى التنعيمة مبينة بس في الكمام ما بتبين. لما الواحد يلبس كمامي ما بتبين التنعيم يعني. ها هو الأخوة بالخارج يعيدون على بعضهم بدون يعني مثل كما ذكرت بكلمة واحدة don't touch. يعني ما فيش تجمعات، ما فيش تسليم، فيش تعبيط، فيش كبل، هاي حال الدنيا. اللهم يا روح ما بعدك روح يعني. كيف الصحة؟ كل عام وانتم بخير. عيدك مبارك ان شاء الله جميعا ان شاء الله. نشكر 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 مسجد الوقف على الوقفة التي تهتم بكل المصلون ورواد المسجد من توزيع كمامات ومن ايضا وضع المعقمات. نعم صحيح. بارك الله فيكم وجهودكم، شكرا جزيلا. هذا واجب علينا ان نشكر الناس الذي يشكرون الله سبحانه وتعالى. نعم ها هي الاجواء يعني اعداد كما ذكرت هي اعداد قليله لا يعني بسبب ان الصلوات ستكون على مرحلتين من قلب العاصمة الدنماركية 31 من تموز عام 2020 أبو عادل كل عام بخير والصحة والسلامة. أبو خالد كل عام بخير جميعا جميعا. هي العائلة المالكة وهي أبو نسيم كل عام وانتم بخير. والله ما حدا عارف الثاني يعني لو ما عيدش على الثاني بمزط. ولا لا يا أبو يوسف بمزط ها يعني اللي منعم واللي مش منعم واحد. انا الوحيد اللي معروف المانيا. كل عام وانت بخير. مالهم مستلمين المانيا يا ابو؟ ها والله طلع لنا قرايب هناك واحنا مستلمين ما شاء الله ما شاء الله. يعني
يتوزع. طلع لنا ورث. الحمد لله على السلامة. ها هي الأجواء في العاصمة الدنماركية. دمتم. السلام عليكم. أبو العدو. عاد سوى ذكاء محمد جبل.